السلام عليكم. يميل الكثير من الناس إلى الاعتقاد بأنه لا يوجد شيء غريب في العالم، ومع ذلك نؤكد لكم أن هناك أشياء تحدث في العالم أغرب من الخيال، وسنستعرض لكم اليوم 5 من أغرب الأشخاص في العالم. غاري ترينر. غاري جلده مرن ويمتد إلى أطوال لا تصدق. عند ولادته تم تشخيص حالة غاري بمرض وراثي نادر يسبب ألم المفاصل ومرونة الجلد. سجل رقماً قياسياً جديداً في عام 1999 من خلال تمديد جلد بطنه بمقدار 6 بوصات و20 بوصة. بسبب حالته جلده أضعف من جلد الآخرين ويأخذ وقتاً أطول للشفاء عندما يجرح، وهو أيضاً ينزف ويصاب بالكدمات بسهولة. أبي وبريتني هانسي. أبي وبريتني هانسي توأم، ولدا في مينيسوتا عام 1990. أبي وبريتني هما توأم ملتصق برأسين وقلبين ورئتين منفصلتين، ويتشاركان كل شيء آخر، وهما شخصان مختلفان في جسد واحد يجب أن يتفقا على جميع قرارات الحياة المختلفة، وحتى اتخاذ قرار بشأن ما يجب ارتداؤه وأيضا كيفية تيسير حياتهم الاجتماعية. تخرجا من الكلية في عام 2012 ويعيشان حياة عادية مع بقية عائلتهم وأصدقائهم، ويعملان حاليا في التدريس، وهما قدوة للأطفال الذين يعلمانهم. توم ستانيفورد. توم ستانيفورد هو راكب دراجة لا يستطيع تخزين أي دهون تحت جلده بسبب حالة نادرة. عندما كان صبيا صغيرا كان على ما يرام، حتى سن 12 عندما بدأ يفقد الدهون في وجهه وقدميه. في عام 2013 تم تشخيص حالته بمرض نادر يدعى متلازمة MBD. نتيجة لهذه الحالة يعاني توم من مرض السكر من النوع الثاني ومشاكل السمع منذ أن كان في 10 من عمره، ومع ذلك تمكن من الفوز ببطولة سباق الدراجات الهوائية في بريطانيا عام 2017، وتمكن أيضا من إنهاء دراسته والحصول على شهادة في القانون واللغة الفرنسية. إيفين فازيانو. إيفين فازيانو ولد بمرض وراثي نادر يسمى الوليد المهرج، مما يجعل جلده ينمو أسرع بعشر مرات من الجلد الطبيعي. أخبر الأطباء والديه أنه سيواجه الكثير من عدم الراحة وليس هناك علاج لحالته، وكان على والديه اتباع نظام صحي صارم تجاه إيفين لحمايته من العدوى مثل الاستحمام مرتين في اليوم. غالبا ما يعاني من ضربات الحرارة لأنه كان لا يستطيع التعرق، وبعد استحمامه عليه أن يضع مرهما خاصا ليمنع جلده من الجفاف. أبول باغاندر. أبول باغاندر من بنغلاديش، والذي يشار إليه أيضا باسم الرجل الشجرة بسبب مرض جيني نادرا بدأ عندما كان بعمر 10 سنوات فقط. هذه الحالة تحول يديه إلى شيء شبيه بالشجرة. لمدة 20 عاما يعاني أبول من هذه الحالة والتي تكون أحيانا مؤلمة جدا. خضع أبول على الأقل ل25 عملية جراحية، وفي مرحلة ما فكر في بتر أطرافه. في عام 2017 بعد سلسلة من الجراحات تحسنت حالته وأصبح قادرا على استخدام يديه مرة أخرى، ومع ذلك عاد المرض مرة أخرى وأصبح نمو اليد أطول. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة. شكرا لكم، إلى اللقاء.